انا ما عنديش سوشيال ميديا يعني، انا او مش انا ما عندي، عندي طبعا سوشيال ميديا موجوده، بس انا ما بحاولش اخش الحفره دي، لان الحفره دي فيها جانب انساني صعب شويه، ان ناس قاعده ورا تليفون، واحد ممكن يقول لك تعليق سلبي جدا وهو مش مرتكز على اي حاجه يعني حقيقيه او كده، بس هو لمجرد ان هو موده مش حلو، نفسيته مش حلوه، فممكن يقول لي سمعك كلمتين مش حلوين ما لهمش اي لازمه، ولا هو يعني ولا انت تستهليهم. فليها جانب انا بقول عليه، انا اسف يعني، بس انا بقول عليه جانب اسود، ان الناس نفسيتها صعبه، فممكن تقول لك كلام صعب على السوشيال ميديا، انت ما تستاهلهوش. فانا بعيد خالص عن السوشيال، فكره الاشاعات وفكره الكده، انا بس هو موقف اصاله ده يعني، انا طلعت وضحته بس مره واحده، انا ما بحبش اطلع اوضح، لان انا من الناس اللي عندها بيليف ان انت الاشاعه لما تطلعي تردي عليها بتكبريها، لما تتجاهليها بتموت، زي فكره ان تحطي سبوت على حاجه سلبيه فبتكبر، وتحطي عليها سبوت تاني فتكبر اكتر. يعني عندنا امثله كتيره، الولاد بتوع المهرجانات اتحاربوا جدا فكبروا جدا، مع ان المنطقي ان انت ظاهره سلبيه ما تحطيش عليها الضوء، ما تحطيش على، لو انت شايفاها من وجهه نظرك ان دي ظاهره سلبيه، يبقى انت اكيد مش عايزاها تتعمم، مش عايزاها تنتشر. انما احنا بنتعامل مع الظواهر السلبيه بصراحه يعني اقول لكم بمنتهى الصراحه بطريقه غريبه جدا جدا. مش ممكن يبقى في ظاهره سلبيه والظاهره السلبيه دي تبقى بتمر على كل قنوات مصر بالليل في نفس اليوم، كل البرامج التوك شوز مستضيفاها. انت طب انت حضرتك انت بتعملي ايه؟ انت بتكبريها؟ بتشهريها؟ يعني في حاجه انا ما بقدرش افهمها، مع ان انا عارف ان الناس كلها عارفه الكلام، يعني عارفه الكلام، يعني ده احنا يعني ديننا بيقول كده، فانا عارف ان الناس كلها عارفه الكلام ده، بس انا ما بقدرش افهم هما ليه بيعملوا كده. هل هو معدين البرامج بيصحوا الصبح يشوفوا ايه الترند اللي موجود، فيا جماعه هو ده الترند فهنجيبه بالليل البرنامج، زي المثال بتاع ولد غلبان جدا فجاه صحينا من النوم لقيناه عامل حاجه اسمها انتش واجري، هو ملوش ذنب فيها، هو ايه علاقته الولد ده؟ انا يعني لما تيجي تفكر وتحلل كده، ده ولد عنده مثلا 30 40 واحد صاحبه بيعمل لهم هو الفيديوهات ده وبيردوا عليه ال 40 وخلاص، فهو عمل فيديو من الحاجات اللي هو بيعملها لاصحابه ال 40 او ال 30، انت خدته خليته حديث مصر كلها، وخدته في كل القنوات، وناس تروح له، ومراسلين تروح له، وقنوات تتخانق علشان تطلعه، وبعدين علشان ضميرك يأنبك شويه اللي بيستضيفه ده، فيبدا ينظر عليه، يقول له بس ده مش حلو. طب طالما انت شايف انه مش حلو، رايح تعمل معاه لقاء ليه؟ رايح تشهره ليه؟ وهو الولد مش اي ذنب، يعني انت اللي حطيته في الحته دي وبدات تهاجمه ويعني وتكسره، هو ما عمل، هو مكان، هو مش عامله لك انت يعني، فاهم؟ هي دي الفكره، ان انت بتاخد حاجه سلبيه مش مقصوده، ده ولد يعني ولد غلبان مصري من تراب من جدر البلد دي، اصيل غلبان جدا، يمكن يعني ما اعرفش مستواه التعليمي ايه، بس مش مشكله يعني، قصدي ايا كان مستواه التعليمي، بس هو الولد ما يقصدش اي حاجه، ولا يقصد ان هو يبقى ترند، ولا يقصد ان هو ينتشر، ولا يقصد انه ينتشر عشان البلد كلها تهاجمه الهجوم دوت. هو انت اللي عملته ترند، وانت الميديا بتاعتك اللي خليته نجم، الناس ضافته في كل البرامج. فاعتقد ان احنا اللي عندنا مشكله، احنا لازم نغير تفكيرنا من في الحكايه دي، ان ظاهره سلبيه خلاص ابعد عنها، ما تحطش عليها بقى الضوء، ما تسلطش عليها الضوء بالمنظر دوت.